مرحبا بالأنثى والجمال، مرحبا بكم. في هذا الفيديو كارلا أورتيز هي ما ترافقنا. كارلا أورتيز هي أرتيزية كبيرة الحجم من البرازيل، تنتج محتوى مدافع عن إيجابية الجسم ونجمة وسائل التواصل الاجتماعي. ولدت كارلا وترعرعت في ساو باولو بالبرازيل في تاريخ 4 مارس 1996، تبلغ من العمر 26 سنة اعتبارا من عام 2022. وعلامتها الفلكية هي برج الحوت. جميلة تنشر أي حاجة عن مسارها الدراسي للعلم، لديها صعوبة معرفة مستواها الثقافي والعلمي. جميلة بدأت حياتها المهنية في الإنستغرام، حيث تنشر وتعرض منتجات الماركات والعلامات التجارية من الملابس وأدوات المكياج. حسابها الخاص استطاعت أن تحصل على أزيد من 51,300 متابع. جميلة دعوت أول منشورها في الإنستغرام في أكتوبر 2018. جميلة تحب السفر، قامت بزيارة كل من أمستردام ومدريد وباريس، قضت فيه أزيد من أسبوع. تقدر القيمة الصافية لثروتها الجميلة في عام 2021 ما بين 50,000 و100,000 دولار أمريكي. مصادر دخلها هي الإعلانات وترويج للعلامات التجارية. طول الجميلة كارلا 168 سنتيمتر، قصر صدرها 96 سنتيمتر، قصر خصرها 85 سنتيمتر، أما مقاس الورق 114 سنتيمتر. شعرها أسود جميل طويل، لون العين بنية، الجنسية برازيلية. لذا نرجوكم تابعونا المزيد قادم، وشكرا.